عندي 5 ديال الوليدات، دابا 3 امراض وجوج عاديين. امراض دابا عندهم داكشي الورم عندهم في الراس، ديتهم الرباط قالك ما عندهمش العلاج. مره واحد عنده 5 سنين، وصل 5 سنين ومات، وجوج باقيين قال لي ما عندهمش مرض، كانت نديهم الطبيب ما عندهم لا علاج لا والو، ما كيمشيوش ما كيتزادوش ما والو، كيضعافر ما كيشوفوش ما والو، وكالسين وكيغوتو كيرضعوا الحليب صافي ما كياكلو ما والو، ما كينعسو ما حتى حاجه، انا معذبه معاهم وهذاك الشيء. هاد الوليدات ما لقاوش باش يتغطاو لا والو. راجلي هذاك جات واحد المراه مسكينه جابت لي مانط ما يفرشو وهذاك الشيء، ما كاين لا ما نفرش ليهم لا حتى حاجه، ما كان ما ياكلو كيرضعوا الحليب. راجلي خدامه في واحد الكوري 4000 ريال السيمانه، ما لقى لا ما شاء ما ياكلو حتى حاجه، لا فراش لا والو. ها السيده اللي جابت ليهم مانط باش يفرشو هذاك الشيء، معذبه معاهم. ولا الاخر اللي هادو معذبه معاهم، والاخر عدو وصل 5 سنين ومات مسكين، ما كينوض ما حتى حاجه، معذبه معاه وهاد تا معذبه معاهم بالليل في كل شيء، ما عندهم لا علاج لا حاجه، قال لك يبقاو بحال هكا داك الشيء عندهم في راسهم وما كاين علاج لا والو. كنطلب من المحسنين يعاونوني على هاد الوليدات، راه الناس اللي بركة عندهم عاطيني هاد المحل، كنطلب من المحسنين ولا لا سلمى وهاد الشيء يعاونوا على هاد الوليدات، راني محنه معاهم معذبه معاهم، ما عندي لا سكنه لا والو.